يعني كابتن زكريا، الحقيقه النادي الاهلي النهارده يعني جمهوره كله مستني لقاء مهم جدا، غير ان هو لقاء الاهلي والمصري. خلاص احنا بقى لقاء الاهلي والمصري في الملعب عادي، كروي عادي، لقاء هادئ جدا، الموضوع كوره في الملعب. ولكن النهارده لما نيجي نتكلم كوره في الملعب، النادي الاهلي النهارده عايز 3 بونت. كابتن زيزو النهارده في مواجهه حسام حسن بيهوى وبيستمتع بملاقات الفرق الكبيره. مش سهل النهارده انك تقابل المصري وهو معاه حسام حسن. لا، وفوز الزمالك امبارح ضغط طبعا على النادي الاهلي لانه قرب بالنقاط، وبالتالي الاهلي مطالب انه يفضل محافظ على الصداره، وما فيش حل غير الفوز لان التعادل بيخليه يقرب من الزمالك. المصري خلاص يعني موضوع الازمه ومشكله النادي المصري انتهت السنه اللي فاتت لما الاهلي والمصري لعبوا بعض سواء في الجونه او في شرم الشيخ، وبالتالي هي مباراه في الدوري العام لكن مباراه هامه وقويه، والمصري في مركز رابع 32 نقطة، عنده طموح. أنا شايف إن حسام حسن عامل تحدي جديد لنفسه في إنه يتولى المصري بمجموعة من اللعيبة، عدد اللعيبة اللي فيها خبرات قليلة قوي، يمكن أبرزهم رؤوف اللي متألق وبينافس على هداف الدوري وماشي كويس، وبالتالي الماتش لأ ماتش مهم وتقيل وصعب، واعتقد ان كابزيزو عارف ده واللعيبه عارفه ده، والمسؤوليه كبيره على اللعيبه ان هم لازم يهتموا بالفوز، والفوز مش هيجي غير لما تأدي اداء في روح في اصرار في تحدي، ان انت لازم تحافظ على المركز الاول لغايه لما تحقق الفوز بالدوري. كابتن وليد، يعني النهارده لو بنتكلم على سيناريوهات اللقاء، ما نقدرش النهارده نحط للقاء سيناريو. هل النهارده الاهلي يبدا مهاجم؟ هل حسام حسن النهارده يعني يمتص هجوم الاهلي بشكل معين يقدر يقفل الملعب؟ هل هيبدا النهارده بشكل مفتوح؟ هل ممكن يقابل النادي الاهلي النهارده من فوق وهو معاه لعيب النهارده سريع زي احمد رؤوف؟ احمد رؤوف النهارده منضم للمنتخب، معنوياته عاليه، شايف اللقاء ازاي؟ الفريقين ليهم طريقه معينه ومحدده. النادي الاهلي بيقابل اي حد جيم ضاغط بطول الملعب، بيبقى عايز ياخد الكوره من ملعب الخصم عشان يبقى قريب من المرمى. نفس الوضع كابتن حسام بيعمل كده، احمد رؤوف مع احمد ياسر اللي انا اشوف انه لو ابتدى النهارده هيتعب صبر رحيل قوي، مع سعيد مراد بيجي من تحتيهم كابوريا. فرقه النادي المصري بتلعب ضاغط برضو على اي فرقه، لكن هيحصل ده مع النادي الاهلي او لا ده اللي هنشوفه في الملعب. اظن انه ممكن يعمل كده خلال اول 5 دقائق تحديدا، بعد كده يبتدي يرد تلتين ملعب علشان هو عارف برضو ان النادي الاهلي عنده من العناصر المهارية اللي يقدر رمضان صبحي، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد النهاردة، لو حسام غالي موجود او لو مش موجود هيبقى السولية او صالح جمعة. فبالتالي النادي الاهلي يمتلك من المواهب ومن الخبرات ان انا ما اقدرش اسيب الملعب واحد على واحد. فاظن ان هو ممكن يبتدي ضاغط علشان بس رهبة وخوف للنادي الاهلي لمدة 5 دقائق، بعد كده يبتدي يرجع ويلعب على الهجمة المرتدة. شايف يا كابتن اللقطه دي؟ الجمهور كان في الملعب. ده كان عادي خالص. بص احنا متعودين. لا ونزل الملعب كان الجون يا كابتن. طب ثابت يا كابتن شوبير ليك مش عارف اللقطه ممكن بقى نجيبها تاني. كابتن ثابت بتقال اعتقد كده. احنا متعودين في مباراه المصري من قديم الازل على حاجات معينه، يعني حتى الكابتن ياسر ريان كان على طول في توقيت معين يقول لنا كلنا نقفل الستاير وننزل في قطين جايين. يعني انت في كل مكان، بس كانت الناس بتحب بعض، يعني حاجه احنا متعودين عليها. اول ما تطلع من استاد بورسعيد بتخش يمين تاني شارع كله يروح نازل تحت ومقفل الستاير، هيجي لك طبطين وخلاص. لكن في الاخر ما كانتش عمرها تزيد عن كده. بالكتير في اسماعيليه برضو، يعني لو في فوز لنادي الاسماعيلي يبقى في احتفالات يعني كبيرة حتى في البيوت، لكن أكتر من كده ما كانش فيه. فنتمنى أن الأيام دي ترجع تاني ويبقى الجماهير موجودة، لأن ده هنجيله بعد كده في السياق الحديث أن واحد زي مستر مارتن يول يعني يجي بالحجم الكبير ده ودوري بدون أي جماهير، يعني دي هنجيلها أكيد بعدين. كابتن سيد، يعني النهاردة لقاء مهم جدا، لقاء مهم لموقفه الحساس، لوضعه الجماهيري، لوجود حسام حسن على 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 رأس الجهاز الفني، يمثل كتير النهاردة قوي للنادي الأهلي. الفوز النهاردة لأبعاد مختلفة، تصدر النادي الأهلي النهاردة بخمسة بونت، يبعد شوية عن نادي الزمالك، ما يخشش في حزبة بيرما تاني. الأمور برضو أعتقد النهاردة في الملعب فنان هتبقى صعبة، عدم وجود شريف إكرامي، أحمد عبد المنعم النهاردة بيعود في لقاء النهاردة صعب.
يعني زي ما بتقول لك يا سيف، بس هي النقطه هي مباراه النهارده النادي الاهلي لو بدا البدايات اللي بدا اخر مباراتين الفرص اللي بتضيع بشكل كبير جدا هتبقى مباراه صعبه جدا. لو بدا البدايه اللي بداها في ماتشات كتير زي مباراه الشرطه ومباراه المقاولين بينهي المباراه من بدري او بيبدا بشكل كويس بيحرز اهداف المباراه بتبقى اسهل بكتير. فالنادي الاهلي هي بدايته هي اللي بتغير شكل النتيجه. يعني النادي الاهلي البدايه النهارده مهمه جدا، مباراه صعبه، انما برضو المنافس طبعا كابتن حسام حسن عامل موسم كويس جدا مع النادي المصري. النادي المصري بيأدي بشكل جيد، بس برضو النادي المصري ما عندوش اللعيب النجم، يعني هو بيعتمد على الفرقه بشكل جماعي. يعني النادي المصري النهارده لو لقيت فيه هتلاقي الاسماء يعني معظمها قليله شويه، يعني ممكن رؤوف، ممكن التغيير احمد جمعه ما بينزل الشوط الثاني، معظم اللعيبه حتى لعيبه صغيرين لعيبه مش معروفه. بس كابتن عايز اقول لحضرتك برضو حاجه، بس هو الفريق هو النجم، يعني المصري السنه دي هو النجم، الزمالك السنه اللي فاتت ما كانش عنده النجم، بس قدر يعمل فريق كويس، فريق نجوم ما فيهوش اسطه ما فيهوش معلم، بس قدر يعمل فريق كويس. انا اللي اقصده في ايه، النادي الاهلي لو في حالته النهارده هتبقى مباراه الى حد ما سهله. لو في حالته وبدا بدايه كويسه بالاسماء اللي موجوده دي، سواء حسام غالي موجود او مش موجود بالتشكيل اللي هيبدا بيه، سهل جدا ان انت تسهل الامور. معظم المباريات اللي النادي الاهلي صعبه على نفسه اللي بدا بشكل مش كويس. يعني معظم الفرق، يعني هتلاقي مثلا الاهلي اتعادل مع الداخليه، خسر من المقصه، معظم الفرق دي قريبه من النادي المصري، فانت عشان بتبدا بشكل وحش ما بتقدرش تحقق المكسب بشكل كويس. فالنهارده البدايه مهمه جدا للنادي الاهلي، سواء ان انت بتحرز اهداف او سواء الاداء نفسه. يعني النادي الاهلي لما اتفرج على اخر مباراتين بتادي بشكل جيد، بس عمال تضيع وفي الاخر خسرت اربع نقاط كان سهل جدا دلوقتي حطوك في مكان. الجمله النهائيه سلبيه دايما، الفينشنج دايما سلبي، مفيش اهداف. انت تخيل ان انت كنت كسبت المباراتين دول، كنت وسعت الفارق، مدير فني جديد يجي يشتغل براحته، الامور كانت تبقى اسهل بكتير. النهارده الفرق نقطتين، انت محتاج تكسب النهارده عشان ترجعه تاني 5 نقاط، المباراه مهمه في حد ذاتها. انما النادي المصري يعني انا شايف ان هو بيأدي اداء جيد، بس برضه يعني هتشوف النادي المصري امام نادي الزمالك، نادي الزمالك حقق المكسب ودي كانت اخر خساره للنادي المصري. اخر مباراتين اتعادل برضه زي النادي الاهلي بالظبط. النادي الاهلي عنده ان هو بقى له 10 مباريات مثلا ما خسرش. هو الزمالك خطف المصري، خطف المصري، بس انا بتكلم في فتحي. يعني عندك فروق فرديه مع معظم اللعيبه، يعني الاهلي والزمالك عندهم شفت التعبيرات عامله ازاي؟ حتى ما فيش مراعاه ان انت مثلا لاعب ولا يعني. لا الجيره ما فيهاش. النقطه يا جماعه الفروق الفرديه بتفرق، يعني لعيبه الاهلي والزمالك عندهم يعني بصراحه بيفرقوا عن معظم اللعيبه اللي موجودين في الدوري. فالفروق الفرديه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي هي اللي ممكن تفرق النهارده بشكل كبير. كابتن حازم شايف النهارده اللقاء ازاي؟ يعني اللقاء النهارده الحقيقه لقاء جماهيري من الطراز الاول. النهارده برضو يعني كلام الكابتن سيد ان عدم وجود نجوم في النادي المصري، مش نجوم يعني لعيبه خبره تقدر تقف على رجليها، بتسهل الامور على النادي الاهلي. يعني بص ماتش صعب طبعا، انا يعني ماتشات اهلي ومصري كباتن اللي موجودين طبعا لعبوا الماتشات دي، ماتشات صعبه جدا لما بيبقى فيها جمهور. النهارده الماتش من غير جمهور لكن ليه ابعاد كثيره جدا. اولا البعد الاول طبعا ماتش مصر والاهلي، ده بعد في حد ذاته الاثنين مش عايزين يخسروا، الاهلي بيلعب على قمه دايما فلازم يكسب. بعد ثاني حسام حسن هو المدير الفني المصري، حسام حسن كان هو المدير الفني المصري اخر مباراه كسب فيها 3-1 اللي حصل فيها المشكله. حسام حسن عايز يرجع ثاني انه يكسب، لو كسب الاهلي يتحط اسمه برده في اسم مدربين، يتحط يبقى مرشح لتدريب النادي الاهلي لما يكسب ماتش النهارده، يبتدي ناس تقول لما يجي هو يضرب النادي الاهلي ده ابن من ابناء النادي الاهلي، وده اكيد في دماغ حسام وابراهيم ان هو عايز يرجع النادي الاهلي من خلال انه يؤدي اداء قوي النهارده او يؤدي انه يكسب بظل ادوات قليله مقارنه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي لازم يكسب النهارده عشان النهارده بقى الفرق نقطتين دلوقتي للزمالك، بينه وبين الزمالك لو تعادل او خسر هيبقى 2 أو 3 نقط، وده طبعا مش صالح النادي الاهلي. ففي حاجات كتيره جدا جدا جدا، يعني مباراه مش يعني اكتر من 3 نقط بشكل كبير. جماهيريا كل جمهور من الفرقتين مستني ان فرقته تكسب. طموح المصري ان هو يوصل لمرحله ان يبقى في المركز الرابع، وان عنده طموح ان يكسب الاهلي، ده اقصى توقعات بصراحه. ما فيش حد يتوقع الكلام ده في ظل القايمه اللي موجوده في مصر، ما فيش حد ولا لعيب زي ما سيد قال او سيد ان ما فيش لعيب نجمي غير يمكن رؤوف. ولكن ميزه حسام ان هو بياخد منهم 100%، بياخد منهم الشكل الامثل، بيلعب على القدرات بتاعت لعيبته. يعني هتلاقي النهارده لعبه كله كور طويله لرؤوف، رؤوف بيعملها بدماغه للي جاي من وراه، ان كان احمد ياسر بقى، ان كان جمعه، ان كان اي حد، الكوره دي بيتعمل على طول. الكوره الثابته هتلاقي دايما على القريبه
ومجدي بيقطع على القريبة على طول في كرانر جابوا منها بتاع 4-5 تجوان لمجدي السردباك. عنده محمد مجدي عنده كذا لعبة بيلعب عليها بيشتغل عليها وبيعملوها كويس جدا. النهاردة الأهلي طبعا اللعيبة الفردية أحسن بكتير من المصري، بس هو ميزة حسام إن هو بيحاول إنه يقلل الميزات دي من خلال لعب جماعي، من خلاله بيلعب ضغط مان تو مان، ودي حاجة ما حدش بيلعبها في مصر كتير. هتلاقي النهارده في نص الملعب في واحد ضاغط على طول على عبد الله السعيد، ممكن يبقى معاه مان تو مان ما بيسيبوش، يعني مش اللي هو مثلا بوزيشن لو جالك خده، لا هتلاقي ده واحد مثلا ماسكه بيروح يمين يجي معاه يمين، بيروح شمال هيجي معاه شمال. يعني احنا بنلعب المصري كان مثلا واحد معاه شيكابالا معاه بيروح يمين يجي معاه، يروح شمال يجي معاه، مش بيسلم. هي الحكايه دي بطلت في مصر، بطلت في العالم كله، بس حسام بيعملها شويه لان هو ايه عارف ان اللعيب المصري ممكن لو عمل بوزيشن يتوه منك شويه فاللعيب يقدر يستلم. فحته المان تو مان والخنقه دي بتقلل قوي من لعيب الكره الحريف، بتزهقه. يعني هتلاقي وليد برضه من اللعيبه اللي انا كنتش حابب العب حد على مان تو مان، بتخنقك شويه، فده بيقلل من قدرات اللعيبه اللي زي عبد الله زي حسام لو لعب او السوليه، دول لو تلعب عليهم بريس وضغط هتقل قوي من بدايه هجمه النادي الاهلي. فحسام هيلعب على الحته دي ان هو دايما الناس دي تبقى مخنوقه، يبقى عنده انه يقفل الحته ويقفل الملعب من الحته دي، وبعدين يلعب بقى على الكره الطويله لرؤوف ما بين حجازي وما بين ربيعه، بيعملها دايما بدماغه اللي جاي من ورا، بقى ناس كتير عنده بتاع يلعبها كويس، فبيستغل اوراقه بشكل كويس. الاهلي لو فضل في حالته اللي هي في اخر الماتشين دي ان يعني يضيع فرص، المصري مش هيوصلك كتير للجول، لو جات لك كوره تجيبها جول بسرعه. فانا شايف هيبقى في ماتش تكتيكي عالي جدا، في روح كتير جدا من فرقتين خاصه المصري اللي حسام دايما هيبقى عايز يثبت على طول ان هو حظه جاي على الاهلي، كسبه مع الاتحاد، كسبه مع المصري، عايز ياكد هذا الفوز تاني مع المصري. فماتش اعتقد ماتش صعب جدا فنيا يعني.